مساء الفل عليكم مرة ثانية، مكملين في نفس الحدوتة، يعني هناخد فيها وقت شوية صغيرة كمان، وبعد كده هنتكلم طبعا في فعاليات الدوري الممتاز وفوز بيراميدز على الداخلية 3-1، وكمان تعادل الإنتاج مع الجونة وتعادل سموحة مع طلائع الجيش. كلمنا في الجزئية ديت لأنها جزئية مهمة جدا، أنا يعني مهتم بيها جدا 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 جدا. ليه؟ لأن ممكن في وقت من الأوقات وفترة من الزمن تطلع حاجات تشككك في أصول، تشككك في بعض الحقائق، وعشان أنت ما كنتش شاهد للتاريخ أو ما كنتش معاصر فممكن تصدق، فممكن العملية بالنسبة لك تبقى يعني محل جدل أو لخبطة في الفكر، لخبطة في الأحداث. الأهلي سباق ليه؟ الأهلي سباق عشان بقول للقناعة اللي أنا مقتنع بها تماما، واللي اتدرست لنا واللي عرفناها واللي شفناها واللي عاصرناها. الأهلي سباق لأنه اختياره صح، الاختيار صح، الاختيار مجرد، مفيهوش أي مصلحة ولا أي تطلعات أبدا. الاختيار جاي من مصلحة مكان، من مصلحة مكان، مصلحة النادي. عشان كده هتلاقي دايما أول شيء، أول إنجاز، أول ثلاثية، أول دوري، أول قرار لجنة كورة، أول قرار مدير كورة، أول منسق، أول أي شيء في عالم كرة القدم أو المنظومة الرياضية، المنظومة الرياضية المحلية قبل التطلعات أو قبل المشاهدات اللي موجودة على العالم، والعالم بقى كله مفتوح دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين، فممكن تاخد فكرة من هنا، تاخد فكرة من هنا، وده صح على فكرة، تواجب الحدث، تعمل معايشة، تعمل تشوف بايرن ميونخ بيفكر إزاي، ريال مدريد بيفكر إزاي، برشلونة بيفكر إزاي، لكن إحنا بنتكلم في الإطار المحلي، الشخصيات اللي كانت ماسكة النادي، العقلية اللي بيدور بيها النادي، الفكر اللي هو مجرد من أي شيء غير مصلحة النادي، الأهلي فوق الجميع، الأهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه، ده الفكر السائد، ده المهم، دي المصلحة، بعد كده أي حاجة تانية بقى، أي حاجة تيجي رقم اتنين، أي حاجة، المهم الأهلي تبقى هي. عشان كده يعني فكرنا إن احنا نشوف لكم بالتاريخ برضو، بالتاريخ، بالتواريخ، إمتى الأهلي خد قرار كذا؟ وامتى بقيه الانديه خدوا القرار اللي بعده؟ وليه الاهلي نجح وليه الاهلي اللي غيره ما نجحش؟ ليه الاهلي بينجح بنفس القرار اللي خده وغيره بياخد نفس القرار بس ما بينجحش فيه؟ عشان كده هتلاقي الاهلي مثلا صاحب اول لجنه كوره، او فكره انشاء لجنه كوره، صاحب فكره منصب مدير الكوره، صاحب فكره منصب المنسق العام للكوره، صاحب مثلا استخدام مدير فني اجنبي مثلا. عشان كده بتيجي النتائج، تختار صح، تختار صح، هتقرر صح، هتجيلك نتائج صح. تختار صح، هتقرر صح، اوكي، هتجيلك النتائج صح. في علم الإدارة مرة تانية، ممكن تاخد نفس الخطوات اللي أنا خدتها، أنت تنجح أنا ما انجحش، أو العكس، أنا انجح أنت ما تنجحش، مع أنك خدت نفس الخطوات، قعدت على نفس الترابيزة، قعدت مع سمعت كلام من أطراف، لكن القرار كان غلط. القرار كان غلط ليه؟ لأن اللي حواليك غلط، فبالتالي القرار هيطلع غلط. فعمر الأهلي بقى، عمر الأهلي، شوف الأهلي بيدير أي أزمة إزاي، شوف الأهلي بيتعامل مع أي مشكلة إزاي، شوف الأهلي ممكن تبقى مشكلة تمام لا تذكر من حسن التدبير أو حسن القرار أو كارثة. احنا مرينا بعدة كوارث أو عدة أزمات طاحنة طاحنة، في حاجات كنا احنا داخلين في الموضوع فيها لانها خاص رياضي، وفي حاجات كان خارج الاراده زي مثلا مذبحه بورسعيد مثلا يعني. فدايما دايما القرارات او التعامل. اتفرج يا سيدي، هي باينه ولا مش باينه؟ طيب خليني بقى، عشان انا بقى انت عارفين انا ايه، في شهر 10 اللي جاي، 27/10 اللي جاي هبقى 41 سنه، ف حته النظر برضو بدات تقل. مفاصلي يا بنتي، عارفين انتوا الموضوع ده؟ مفاصلي يا بنتي. اول ملعب انشئ في مصر خاص بالحته الرياضيه تمام، او اول ملعب انشئ للنادي، انا بقارن دايما بالطرف الاخر اللي هو نادي الزمالك باسمه ومكانته بالتاكيد، يعني كان سنه 1907 و9 للاهلي، اوكي، اول نادي او اول ملعب، اسف، اول فريق لكرة القدم في النادي كان 1911، اول شعار للاهلي اللي هو لوجو الاهلي
اللي في حاجات بدأت تتغير، يعني حاجات صغيرة من الشعار. 1917 أول كابتن للأهلي كان أحمد فؤاد أنور، أول لقب للأهلي 48-49. ميشيل أنس اللي هو أول رئيس للنادي، أول مدير للكورة، يعني أعتقد أنه هو كابتن علي زيور. أول مدير للكورة أعتقد أنه هو كابتن علي زيور، أعتقد يعني أنا هي مكتوبة عندي كابتن صالح سليم، فتأكدوا لنا هي كابتن صالح سليم ولا كابتن علي زيور. أعتقد أنه هو كابتن علي زيور، أعتقد كده. أوكي، أول قناة في مصر الرياضية كانت قناة الأهلي 2008. أول هداف للدوري سيد الدزوي. أول هداف أجنبي أعتقد أنه هو من نادي الزمالك، أعتقد أن أول هداف أجنبي كان من الزمالك، أعتقد كده. هو مكتوب في لافيو بس أعتقد أنه ممكن يكون من نادي الزمالك. مش عايز أغلط في التاريخ عشان كده، مش عايز أغلط في الحاجات ديت، مقتنع تماما بالحتة دي. أول حارس مرمى يحترف خارج مصر مصطفى كامل منصور من نادي الأهلي. أول محترف في تاريخ النادي توفيق عبد الله 1920. أول فريق يحرز ثلاثية في كرة القدم كان النادي الأهلي محليا على فكرة، بس دي مش مكتوب في الجدول عندكم، بس أنا عايز أقول لكم إن هي كانت 1924. كان دوري منطقة القاهرة وكأس مصر وكأس السلطان حسين. اعتزوا بناديكم. أول مدير فني أجنبي، أول بطولة للدوري، أول بطولة كونفدرالية، أول سوبر أفريقي، أول 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 أول. عشان كده كان مهم جدا جدا إن احنا نستعرض الحاجات ديت. ممكن كتير يستغرب وهو اللي قلتها امبارح هأكد عليها، بس ممكن تبقى حقيقة كونية الناس تختلف تتفق تاخدها بهزار شوية، لكن إيه الربط العجيب الغريب ما بين أبطال العالم على مستوى الدوري أو الدوريات اللي في العالم كله واللون الأحمر؟ حاجة غريبة جدا. ليفربول، مانشستر، أياكس، بنفيكا، بايرن ميونخ، برشلونة، الأهلي، كل دول لونهم أحمر، كل دول أصحاب أكبر تاريخ عندهم في دورياتهم، أكبر تاريخ. طب إحنا اخترنا اللون الأحمر نسبة للعالم اللي هو كان موجود لحد 1919 بعد ثورة 19 كان اللون الأحمر. طب هم اختاروا ليه؟ نسبة غريبة أو حاجة غريبة أو ربط غريب، حقيقة كونية بقى مش عارف، ربط غريب مش عارف، لون الدم مش عارف، حاجة حلوة مش عارف، هي فيها حاجة حلوة. على العموم مهمة قوي 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 ان انت تحتفظ بتاريخك وتعرف كويس قوي يعني انت ماشي صح ولا ماشي غلط. النادي الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه، كان شعار مقدمتنا النهاردة. بعد الفاصل هنتكلم في الدوري المصري مع كابتننا الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه حسني. فوز بيراميدز على الداخليه 3-1، تعادل سموحه وطلاع الجيش 0-0، تعادل الانتاج الحربي مع الجونه 0-0. بعد الفاصل اللي جاي وكمان مع نجومنا هنتكلم على مباراه الاهلي وكامبالا سيتي اللي النادي الاهلي ان شاء الرحمن باذن الله يحافظ على الصداره فيها باي فوز يأهله لمقدمه المجموعه تجنبا للصدام المبكر ما بين مازيمبي والوداد المغربي. بعد الفاصل استنونا ما تروحوش في اي حته تانيه.